كيف كان شبطنا؟ هلا بكم قناتنا سما اند لين ستارز. انا سما وانا لين. امبارح كنا نلعب انا واخوتي تحدي الانضام الحال، واحنا عنا قناة على اليوتيوب احنا بنعمل فيها تحديات واشياء وترفيهية للاطفال. فجأة اجى القصف، احنا مش عارفين انه رح يجي القصف، ارتعبنا كتير وصرنا خفنا ورحنا عند ماما نعيط واتطمنا على بابا وكتير احنا كنا مرعوبين. حال مع اخونا وليد، طبعا اخونا وليد راح يشارك معانا بالاندومه. بس قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا اللايك وشير. بوجه رسالة للاحتلال الصهيوني انهم يبطلوا يقصفوا على الاماكن وعشان يعيشوا الاطفال بامان وبسلام.